ازيكم يا اصدقائي. حلقة النهاردة هتكون عن امراض العيون في السلاحف. اول مرض بنقابله هو تورم العيون، ولو تطور الامر شوية من غير ما يتعالج ممكن تورم العيون ده يسبب انسداد في الممرات الانفية التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي القاتلة لا قدر الله. طيب سببه ايه تورم العيون ده؟ اول حاجة ممكن يكون سببه نقص فيتامين الف او كمية الحصى او الرمل المحاط بالسلحفة خصوصا لما بتيجي تدفن نفسها. طب اعراضه ايه؟ انتفاخ الجفون، واعراضه كمان عدم قدرة السلحفة انها تفتح عينيها بصورة طبيعية، واعراضه كمان انتفاخ في الغدد الدمعية وبالتالي كثرة افراز الدموع عند السلاحف. طيب عاوزين نشوف اعراضه ايه؟ أعراض تورم العيون يا أصدقائي بيكون إن السلحفة بتتوقف عن الطعام نهائي، لأنها طبعا نتيجة انتفاخ العيون والجفون إن هي بتنعدم رؤيتها عن الأكل، فبالتالي بتتوقف خالص عن الطعام. علاجه إيه تورم العيون؟ لو سببه نقص فيتامين ألف فعلاجه بالتالي جرعات من فيتامين ألف، طبعا الكلام ده بعد متابعة السلحفة عند الطبيب البيطري. اما لو كان سببه الرمل او الحصوات المحيطة بها وقت دفنها فبينصح بان هي لازم انضف لها عينها كويس بكم مادات ماء دافئ. تاني مرض يا اصدقائي بالنسبة للعيون مرض التهاب العيون البكتيرية، اللي بيكون سببه عدوى بكتيرية عادية جدا زينا كده، زي ما بنتعب من اي عدوى بكتيرية. او مرض التهاب العين البكتيرية ده يكون مصاحب لتورم العين اللي لسه متكلمين عنه من شوية، او يكون مصاحب لمرض التهاب الجهاز التنفسي. اعراضه ايه يا اصدقائي؟ نفس اعراض مرض تورم العين اللي اتكلمنا عليه من شوية، بالاضافة الى ظهور حكة واحمرار في عين السلاحف. طب علاجه ايه؟ علاجه ان انا بستخدم قطرات فيها كورتيزون على مضاد حيوي، في اصناف في الصيدليه كتير جدا، زي مثلا قطره ديكساترول او ديكساتوبرين او توبرا ديكسا قطره. لو الموضوع اتطور شويه فطبعا الطبيب البيطري بيتدخل وبيحتاج الموضوع الى حقن مضاد حيوي. بشكركم يا اصدقائي، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جزيلا.